هل ترغب بمعرفة كل ما يتعلق بأمراض العظام والكسور وآخر التقنيات المستعملة في علاجها؟ إذن تابعوا برنامج عظام ومفاصل مع الدكتور لبيد نوري، أخصائي طب وجراحة العظام والمفاصل، يقدم المعلومات الطبية بطريقة سلسة وسهلة ويجيب على أسئلتكم كافة. ما هو سبب الألم الكاحل من خلف أو خلف القدم؟ يعانون من صعوبة في ممارسة أنشطتهم اليومية، وظائفهم التيتشرز مثلا المدرسين يعانون صعوبة في الوقوف لفترات طويلة، الناس يشتغلون في محلات يوقفون خلف الكاشير، يعاني من مشكلة، الرياضيين يعانون في ألم من ظهرهم أثر النشاط والممارسة الرياضة. هل يمكن أن يسبب المشي كسور وبعدين الكسور تؤدي إلى الألم؟ سؤال دكتور لو سمحت، ما هو علاج المسمار العظمي لمؤخرة القدم من الأسفل؟ الضغط المستمر على النسيج بدون إعطاء فترة للراحة راح يمنع التروية الدموية وسبب التهاب هذه الأجهزة، فدائما خلي رجلك ترتاح لفترة 15 دقائق وانت بالعمل وارجع مرة ثانية أوقف وارجع أمشي. برنامج عظام ومفاصل على قناة الماس الفضائية.